وتضعضع كل الحياة في قطاع غزة، وعلى رأسها التعليم في قطاع غزة الذي يجابه ويلات كثيرة في إطار حرب التجهيل التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. انطلقت الحملة العالمية للتعليم والتي دعت لاعتبار 23 من شهر نيسان يوما عالميا للتضامن من أجل حماية التعليم في قطاع غزة. تأتي طبعا انطلاق للفعاليات والأنشطة للأسبوع العملي العالمي للتعليم في فلسطين في ظل خصوصية الوضع التعليمي في فلسطين، والتي يعني تلقي بظلالها على ضرورة تعزيز البنية والبيئة التعليمية والتحفيزية وتعزيز جودة التعليم. ممكن اعتبار 23 من نيسان يوما من خلاله تكاتف الجهود العالمية والدولية لأجل إنقاذ التعليم لا سيما في قطاع غزة. وسنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، وينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد رفعت الصباح رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني ومدير عام مركز إبداع المعلم. أهلا بك سيد رفعت، مساء الخير. أهلا فيك، مساء الخير. نعم، يطل علينا فعليا هذا الأسبوع وهذه الفعالية في ظل ممكن حالة حرجة تستهدف القطاع الإعلامي برمته سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، واليوم نتحدث عن مخاوف فعليا منوطة في واقع التعليم في فلسطين. أتى هذا اليوم لجعل 23 من نيسان يوما للتضامن مع يعني التعليم والقطاع التعليمي في فلسطين ودعوات لحماية التعليم في قطاع غزة. نعم، كما تعلمون الحملة العالمية للتعليم تنظم أسبوع العمل العالمي كل عام، وكل عام بركزوا فيه على موضوع معين. هذا العام شعار الحملة العالمية للتعليم اقرع الطبول من أجل حماية التعليم. اتخذت الحملة العالمية للتعليم مجموعة من القرارات في اجتماع مجلس إدارتها انعقد في جنوب أفريقيا في شهر 2، اتخذ مجموعة من القرارات خاصة بفلسطين وتحديدا قطاع غزة. من جملة هذه القرارات العمل عالميا على وقف إطلاق النار، العمل ضمن حملات للضغط باتجاه توفير كل مستلزمات وإمكانيات الحياة للناس من غذاء ودواء وأمان، وأيضا طالبت الحملة وتعمل الحملة على ضرورة عودة النازحين في قطاع غزة إلى أماكن سكناهم في الوسط والشمال، وكذلك طالبت بإعادة التمويل لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ومن ضمن القرارات التي اتخذتها هناك قرار باعتبار 23 نيسان هو يوم عامل للتضامن من أجل حماية التعليم في قطاع غزة وأيضا في مناطق الصراع في بلدان التي تعاني من صراع، ولكن غزة أخذت بالإسم حيز محدد خاص، وطالبت الحملة بحالة من التعاطف والتضامن والعمل، ليس فقط التعاطف، العمل باتجاه تشكيل قوة عالمية ضاغطة من أجل حماية التعليم في قطاع غزة. اقرعوا الطبول من أجل حماية التعليم في قطاع غزة، هذا هو الشعار الذي رفعناه في فلسطين وترفعه أيضا الحملة العالمية للتعليم. والمقصود في قرع الطبول، وهي فكرة جاءت من ائتلافات أمريكا اللاتينية لأنها مرتبطة برمزية تاريخية وتراثية للسكان الأصليين، حيث كانوا يقرعون الطبول عندما يكون هناك نوع من الخطر، وبالتالي تقرع الطبول لحشد الناس للتضامن والتعاطف من أجل حماية أولئك الناس الذين يتعرضون للخطر. وبالتالي الحملة العالمية للتعليم تنظم في هذا اليوم في جميع المدارس في كل أنحاء العالم رافعين هذا الشعار. عربيا هناك حالة تضامن غير مسبوقة في المدارس لجعل هذا اليوم يوم فعلي وعملي في المدارس للتضامن والتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة. الآن وأنا أتحدث إليك هناك ما يقارب 250 من مختلف أنحاء الوطن العربي يجتمعون على منصة زوم لتبادل الأفكار والتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة. إضافة إلى ذلك الحملة العالمية للتعليم أيضا
ستقوم بإرسال رسالة إلى المدعي العام لمحكمة العدل الدولية للمطالبة بتحقيق في الجرائم في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المؤسسة التعليمية وكوادرها التعليمية من الطلبة ومعلمين وإداريين ومشرفين وبنية تحتية. سيد رفعت، عذرا عن المقاطعة، هذا التضامن فعليا إحنا بحاجة إلى ترسيخه بشكل ضمني على الأرض فعليا عبر آليات تدخلات فورية فعليا للمساعدة والمساهمة في إنقاذ التعليم سواء كان في قطاع غزة أو في فلسطين برمتها. بوجهة نظرك وكائتلاف فعليا تربوي فلسطيني وكمتابع للقضايا التربوية، ما هي ممكن أبرز الآليات التي على الفور اتخاذها فعليا لإجراء هذه التدخلات لإنقاذ التعليم الفلسطيني؟ يعني إلى جانب التدخل العملي داخل غزة بتنظيم الصفوف وابتكار آليات شعبية لسير العملية التعليمية، وهذا ما يحدث في غزة في مراكز الإيواء وفي المستشفيات وحتى خارج مراكز الإيواء، ولكن هذا لا يكفي. المطلوب هو وقف إطلاق النار بشكل سريع وإعادة بناء المنظومة التعليمية في قطاع غزة. إحنا بنحكي عن 600 ألف طالب محرومين من عملية التعليم، والآن يعني يتم الحديث عن أجندة عالمية للتعليم، وكل العالم فشل في توفير شطبة ماء لمعلم في قطاع غزة. الآن الحملة العالمية للتعليم وغيرها مطالبين بحملة عالمية مبرمجة ومنهجة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للكف عن استهدافه للمؤسسات التعليمية. إحنا بنحكي إلى جانب التعليم العام المدارس، إحنا بنحكي عن تدمير معظم الجامعات، قتل ما يقارب 100 عالم فلسطيني في قطاع غزة، 3 رؤساء جامعات، استهداف مراكز البحثية، وبالتالي في نوع من الإبادة لمنظومة التعليم في قطاع غزة. وشعارنا أوقفوا إبادة التعليم أيضا جزء من الحملة التي تقودها الحملة العالمية للتعليم. حقيقة للضغط والتأثير هنا نحن بحاجة لحملة عالمية منسقة بشكل قوي وفاعل قادر أنها تأثر على تغيير الواقع. هذا أيضا يتطلب إلى التنسيق على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. وأولها تنسيق على المستوى الوطني، بمعنى وضع خطة مبرمجة ومنهجة وتكون في هناك تنسيق يومي لنستطيع التأثير على المستوى الدول والإقليمي، لأن الوضع أيضا بشكل عام كما تعلمون ليس ورديا. هناك من لا يرى يعني كما نراه نحن، ولكن الجيد في الموضوع أن عدد وحجم المتضامنين معنا يعني هم تزدياد وكثر، وهذا جانب مهم جدا أن نراه، أن تقوم الحملة العربية العالمية للتعليم باتخاذ هكذا قرارات أو اعتبار هذا اليوم يوم تضامن مع قطاع غزة، حتى لو كان يعني رمزيا في الإطار العام. وقد يقول قائلا هذا لن يحدث شيء، ولكن هذا مهم جدا في سياق الحملات والتحشيد للضغط على الاحتلال ومن يناصر الاحتلال للكف عن الاستهداف المؤسسات التعليمية، ليس فقط في غزة وحتى في الضفة الغربية. يجب ترويع الطلبة، يجب ترويع المعلمين من قبل المستوطنين المنفلتين هنا وهناك. وبالتالي فعلا نحن نحتاج إلى حملة منظمة ممنهجة، وإحنا بديناها في هذا الأسبوع. نتمنى أن نكون قادرين على التأثير، وأعتقد أننا سنكون قادرين إذا ما يعني أحسننا عملية تنظيم هذه الحملة. نعم سيد رفعت، ذكرت أنه إحنا بأمس الحاجة إلى يعني إنشاء خطة مبرمجة فعليا للتعامل مع يعني محاولة وصد الباب أمام إبادة التعليم في قطاع غزة، ولكن رأينا رغم كل هذه الصعوبات وهذه التحديات الكثير من المبادرات والآليات الشعبية التي صدرت عن أفراد وحريصين على المجال التعليمي والتربوي وأخصائيين في المجال التربوي وأطباء وغير من المبادرين في قطاع غزة اللي حاولوا فعلياً
جاهدا رسم آليات معينة عبر هذه المبادرات من أجل إنقاذ التعليم. اليوم ما واجبنا سواء كان خلال هذه الحملة كحملة عالمية، كوزارة التربية والتعليم، كالائتلاف التربوي الفلسطيني وغيره من المساهمين والمعنيين في المجال التربوي، لاحتضان فعليا مثل هذه المبادرات التي خرجت من رحم المعاناة من قطاع غزة، وأعتقد هم يعني الأحق في رصد هذه الآليات وهذه الخطط ووضعها فعليا وفق ما يروه وتقييماتهم على أرض الواقع. صحيح، هو الائتلاف التربوي في غزة جزء من الحملة، جزء من مكونات الحملة وجزء من المكونات التي تنظم الحملة. أنا أعلم أنه كثير من المؤسسات تقوم في مبادرات، أستطيع القول أقول لك أنه مركز إبداع المعلم لحتى هذه اللحظة استهدف ما يقارب 80,000 طالب. نحن في إبداع المعلم ننظم مدارس، صفوف مدرسية في مراكز الإيواء، ومنذ 20 من أكتوبر لحتى هذه اللحظة لم نتوقف ولو للحظة عن تنظيم الصفوف الغير رسمية، لأنه لا نستطيع أن نقول أن هناك إمكانية لتنظيم الصفوف الرسمية، كونه إحنا بنحكي عن 111 مدرسة تقريبا تم تدميرها، وباقي المدارس هي مراكز إيواء، وبالتالي في هناك صعوبات تواجهنا. مع ذلك هناك مدارس صفوف قد فتحت في مراكز الإيواء، وهناك صفوف حتى خارج مراكز الإيواء في مساحات حرة، والآن حتى نعمل في الشمال في بيت حنون ونعمل في الوسط وإلى آخره، ومش لحالنا، في كثير من المؤسسات أيضا تساعد وتساند في هذا الجانب. إحنا المطلوب، إحنا في الانتفاضة الأولى ما هو سكرت المدارس ورحنا للتعليم الشعبي والتربية الشعبية، واستطعنا تجاوز محاولة التجهيل التي كان يقصدها الاحتلال في الانتفاضة الأولى. في الانتفاضة الثانية نفس القصة، سكروا يعني عملوا الضفة كنتونات، كانت الحركة شبه مستحيلة، مع ذلك استطاعت الناس والمجتمع المدني مع الوزارة بجهود مشتركة أن يتجاوزوا هذه اللحظات ويحافظوا على التعليم. إحنا حافظنا على التعليم كفلسطينيين طول فترة الأزمات، هذه مش أول أزمة، يعني طول فترة حياتنا كلها اعتداءات، كلها كانت تسكير للجامعات والمدارس، كلها كانت انتفاضات، وبالتالي يعني لدينا الخبرة دائما والإصرار والتحدي. هذا المهم، الوعي الجمعي في أهمية التعليم، لأنه ما جرى في قطاع غزة باستهداف كامل لكل منظومة التعليم، سواء كانت منظومة التعليم الأساسي العام أو حتى التعليم العالي من الجامعات، هو المقصود ضرب هذا المكون، هذه القوة اللي بتمتع فيها الفلسطينيين اللي هي التعليم. وبالتالي أنا شخصيا ما بشوف أحيانا من عناصر العملية التعليمية هو المبنى، المبنى مش مهم في عناصر العملية التعليمية، المكان مهم، والمكان انت ممكن تعمله في البيت، ممكن تعمله بزقة، ممكن تعمله في حارة، ممكن تعمله على زوم، ممكن تعمله بالتليفون. هذا هو الإصرار، هذا هو اللي لازم نشتغل فيه، انه لا رح نستمر في عملية التعليم لانها جزء من انضاج الوعي الوطني واحساس الناس ودفع الناس للصمود. لانه ايضا التعليم اذا لم يحارب العنصرية والفاشية والاستعمار فما ضرورة التعليم؟ التعليم يجب أن يكون من أهم وظيفته هو محاربة الظلم، وبالتالي حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان هذا جزء من وظيفة التعليم، وهذا الوقت هو أهم وقت أنه ننتبه لهذه الوظيفة المهمة للتعليم. هذا تم الحديث اليوم في افتتاح أسبوع العمل العالمي للتعليم في مدرسة بيرنابالا بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وكذلك الدكتور أمجد مرهم وزير التربية والتعليم ووزير شؤون القدس، وثلة من المدراء العامين ومدراء المدارس والطلبة وأهليهم. هذا كلنا، وبالتالي يعني كفلسطينيين بالنسبة لنا دور التعليم يجب أولا وأخيرا هو يجب أن يؤدي إلى الاعتزاز الفلسطيني بنفسه، وأيضا حفاظ وحماية كرامة الإنسان الفلسطيني، وأيضا يكون التعليم من أجل التحرر، لأن التعليم الذي لا يقود للتحرر والانعطاف من الاحتلال أيضا هذا ليس تعليما. وبالتالي يعني التعليم ليس فقط أنه الطلاب بيتعلموا رياضيات وعربي، مهم يتعلموا هذا الحكي، ولكن من المهم أيضا
انه التعليم يساهم في صقل هويه الناس، صقل الكينونه الوطنيه، وبالتالي ادماج واندماج الناس في حاله مشتركه، برؤيه مشتركه واعيه لوين رايحين في هذا. هذا مهم جدا. نعم. وفي هذه الاوضاع اللي بنعيشها ايضا مهم جدا الجانب المتعلق في الدعم النفسي والاجتماعي، لانه الناس ايضا تعيش حاله صعبه. احنا مش بوضع طبيعي، كلنا مش بوضع طبيعي، نحن تعرضنا يمكن لاكبر كارثه انسانيه حدثت في التاريخ، لم تحدث شبيه لها في التاريخ. نحن يعني روعنا من قوة كبرى، واستخدم كل انواع الاسلحه ضد الناس، وبالتالي هؤلاء الناس اللي تعرضوا لهذه الاباده، هذه الكارثه، يحتاجوا الى دعم نفسي واجتماعي، وخاصه الطلبه والمعلمين. المعلمين ايضا يحتاجون لدعم ومسانده قويه في قطاع غزه تحديدا. نعم. ايضا في الضفه الغربيه، ولكن في قطاع غزه تحديدا. ليستطيع المعلم ان يقوم بدوره، هو يحتاج ايضا لدعم، وهذا ما نقوم به الان في قطاع غزه الان. وانا اتكلم ايضا معك، هناك دورات وورشات للمعلمين، محاوله منا ايضا لاستعاده العافيه لنستطيع أن نستمر في العملية التعليمية. نعم، شكرا جزيلا لك يا سيد رفعت الصباح، رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني ومدير عام مركز إبداع المعلم، على كل هذه الإيضاحات. شكرا.